فاتي لو خدت بالك الماتش اللي فات احنا ما جبناش جوان كتير فاست بريك، ما جبناش جوان كتير من الموجه الثانيه، بنلعب الونجات بهجوم اصلا منظم. الونجات اللي هو انت ما دخلتش. بتعتمد عليهم في الفاست بريك ما دخلوش. بالظبط، معنى كده ان احنا ما بنجريش. ليه ما بنجريش؟ احنا بدنيا كويسين جدا، واقفين على رجلنا كويس قوي، ليه ما بنجريش؟ هو اصلا سلاحنا وقوتنا ان احنا نجري. هجوم هم الخاطف. بالظبط، انت الاسكور بتاعك قريب، انت تخيلي بقى لو جريتي، يعني انت ناجحه في الهجوم، هم مش ناجحين في الهجوم، هم ناجحين عليكي في الجري. طب احنا ليه ما بنجريش؟ صح. وبدنيا احنا كويسين قوي على فكره، يعني لما تتفرج على فرقه الزمالك وشوف التمرين البدني بتاعهم، هم واقفين على رجليهم. معانا مدرب احمل ماريو، انا اتمرنت معاه، انا عارف احنا ممكن نلعب ماتشين متواصلين، ما عندناش مشكله في البدنيه، بس ليه بنوقف ما بنجريش؟ ليه ما بنعملش سنتره سريعه؟ ليه ما بنعملش موجه تانيه؟ ليه ما بنعملش الكلام ده؟ انا مش عارف، مش عارف ايه السبب الصراحه. طيب قول لي انت شايف ايه ابرز المشاكل اللي واجهت فريق الزمالك في المباراه اللي فاتت؟ خلينا نبدا على المستوى الدفاعي في مباراه السوبر الافريقي قبل ما نخش في كاس الكؤوس. هو دايما دايما الاهلي بيستغل التغييره بتاعت مين؟ بتاعت احمد الاحمر. دايما بيلعبوا عليه من زمان، وكنا بنعرف نحلها عادي، مفيش مشكله يعني. تغييره احمد الاحمر ليه؟ عشان هو التغييره البعيده هي بتحصل مشكله. لو تاخدي بالك التغييره الاحمر بيبقى قريب منها، دايما بنبقى كسبانين الشوط ده. الشوط الثاني لما بيبقى جاي بعيد او ما بنغير وبنعمل مشكله في تغييره الاحمر، الدروب اللي بيحصل في دي، بس دي محلوله واتحلت، ان هو يلعب يدافع في الوينج ليفت، والهاف الهاف ان كان سامح او مودي او لوكا لما كان ربنا يشفيه يا رب ويرجع بالسلامه، كان بيدافع في اثنين، وخالد وليد في النص واحمد حسام في النص، والموضوع اتحل. الموضوع مش صعب، كل حاجه وليها حل. فاهمه الحته دي؟ احنا لو ما حسسناهمش ان هم عندنا مشكله فيها وعرفنا نلعب عادي جدا بيها، يعني قصدك لما التغييره تبقى بعيده يبقى الهاف هو اللي بيبدل مش الباك رايت؟ بالظبط صح كده؟